السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم اصدقائي الكرام، معكم نسيم وشكرا جزيلا على الاشتراك. اصدقائي، اليوم سألبي طلب كل المربيين سواء كانوا في قناتي او قنوات اخرى، لاني لاحظت اسئلة كثيرة عن كيفية الحصول على القبابي، لكن إجابة معظم القنوات تكون كالتالي: اشتري خنفساء وربيها وستنتج لك الدود. وهذا الجواب أصدقائي لم يقنعني أنا شخصيا، فما بالك لأصحاب الحاجة إلى هذا الدود. كما تشاهدون في هذا الفيديو، هكذا نقوم بتربية الدود، وهذه الطريقة منتشرة كثيرا في القنوات ولا فائدة منها، لأنها ليست لمهمة للحصول على القبابي. لذا سأدلكم أصدقائي الكرام على هذا الدود. ستجدونه تحت أشجار الدفلة التي تشاهدونها أمامكم، وخاصة التي تنمو قرب الوديان، وبنسبة أكثر التربة الرملية، كما تشاهدون عملية البحث عنها مع الصديق والشريك أمين المبدع أيضا في الترويض خارج القفص، ويمكنكم البحث عنها باليد، فهي تتواجد تقريبا فوق التربة. وفائد هذه القبابي أصدقائي كثيرة جدا، ويساعد أيضا في نمو الفراخ، ومهمة لصحة الطيور، وصالحة في تربية الطيور التي تتغذى من الديدان. في النهاية أصدقائي، أدعوكم للانضمام إلى مجموعة الفيسبوك ليصلكم كل ما هو جديد، سواء فيديوهات أو مواضيع كتابية، ورابط المجموعة سأضعه أسفل هذا الفيديو. ودمتم في رعاية الله وحفظه، انتظرونا في المواضيع الأخرى إن شاء الله.